بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من استاد الأهلي. النهاردة احنا بنتكلم على معادلة مهمة جدا، ودايما الكل وهو قاعد بيتفرج على النادي الأهلي بيبقى بيتساءل، هو ازاي النادي الأهلي كده؟ ازاي النادي الأهلي عنده العزيمة دي في اللحظات الأخيرة وفي الأوقات الصعبة دايما موجود؟ ازاي النادي الأهلي فيه البعض يقولك ان النادي الأهلي محظوظ، ازاي على طول بيسجل في اللحظات الأخيرة؟ ولكن اللي يبص على التاريخ وانظر دايما للنادي الأهلي، لما نتحدث عن النادي الأهلي احنا بنتحدث على التاريخ، وكلمة نادي القرن دي لا تأتي من فراغ. في 110 سنة على مدار التاريخ كم من البطولات جاءت في اللحظات الأخيرة، ده معناه ان في جهد، ده معناه ان في عرق، ده معناه ان في فكر بيبذل فيه داخل الملعب. ودائما لو عايز تعرف ترمومتر الكرة المصرية بص على النادي الأهلي. طبعا في البداية برحب بضيوفي الكرام، كباتن كبار في الكرة المصرية، كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن رضا شحاتة. منور النهارده كابتن محمد، أهلا وسهلا بيك، وأنا سعيد جدا معاكم النهارده كابتن أبو مسلم. أيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن أحمد أبو مسلم، وحشنا كابتن. ربنا يخليك يا روح. طبعا لا آخر مرة طبعا بنبارك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وعلى بطولة الكاس ان شاء الله، ونتمنى طبعا التوفيق الفترة اللي جاية كلها للنادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي والمنظومة كلها باذن الله. هي الصراحة النادي الاهلي بيمشي بخطوات منذ بداية الموسم، بيتم وضع استراتيجية، بيتم وضع خطة سواء مع مجلس الادارة والجهاز الفني ولجنة الكورة، تحط فيها خطوات ماذا يبحث النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا النادي الاهلي بيبحث عن التفوق من الجانب المحلي في الدوري وفي بطولة الكاس مصر، ودول الأولويات المحلية، ثم الشأن الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة بنتحدث مع ضيوفي الكرام، كان موسم صعب كابتن رضا، موسم لا ينتهي، قعدنا أكتر من 335 يوم بنلعب، الدوري ما بيقفش، الكاس ما بيقفش، بطولة عربية، تلاحم، اللعيبة ما بتريحش، ولكن في الأخير النادي الأهلي حقق واحد من أفضل المواسم في الفترات والسنين اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النادي الاهلي حته ان التلاحم او المباريات اللي ورا بعض، احنا خلاص النادي الاهلي تقريبا بقى متعود على ده، بقى هو ده اللي موجود، هو ده اللعيب بقى بيجي عارف ان هو يعني عارف الجيش كده في نفس النظام، يعني هو دخل عارف ان هو ما فيش راحه، الراحه بتيجي في حالات استثنائيه اللي هي حالات ان انا بكسب الدوري بدري فاقدر اريح المجموعه وابدا ادخل البدله في الوقت ده فابدا اريح اللعيبه اللي هي اجهدت عندي، دي الفترات الوحيده، فعشان كده تبقى انت لازم تكسب دوري بدري او تكسب بطوله بدري عشان تقدر تريح، دي الاستثناء الوحيده اللي بنتكلم فيها. انما في المجمل اللعيبه متعوده على ده، الريتم ده موجود دايما، بيخلص بطوله بيدخل في البطوله الثانيه، بيدخل في منتخب مصر، فدايما بتبقى القصه دايما داخله في الاطار ده. عايزين نتكلم على حته ان النادي الاهلي زي كده، مفيش حاجه بتيجي من فراغ، مفيش حاجه بتيجي عشوائيه، اللي احنا بنتكلم في جيل بيسلم جيل. يعني ايه جيل بيسلم جيل؟ اي لعيب دخل النادي الاهلي مش هيحس دي، الجمله انا بقولها دي مش هيحسها غير حد دخل النادي الاهلي، بمعنى اي لعيب بيدخل النادي الاهلي بيشوف الكباتن الفرقه بيستقبلوك ازاي، بيدخلوك ازاي في التيم بسرعه، اجواء الفريق يحسسوك ان انت من عينا وانت ابن النادي وانت مسؤول عن النادي وانت لعيب لسه داخل اول يوم، بيحسسك ان انت بقيت مسؤول منه. فهنا التبعيه احنا جيل بيسلم جيل، هتلاقي حسام غالي وعماد متعب الفتره اللي فاتت وشريف اكرامي والمجموعه دي بتعمل نفس اللي اتعمل معاهم زمان من كابتن وليد والكابتن هادي واللي قبل كده كابتن ثابت البطل وكابتن اكرام، يعني الاجيال كده دايما تدخل تلاقي الجيل الكبير متعصب قوي للنادي ومتحمس للنادي ومتحفز انه لازم يكسب ولازم، فانت بتدخل على السيستم ده واللي بعده بيدخل على السيستم ده، سيستم لكل الناس. فعشان كده النادي الاهلي بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه، على فكره انا ما بستغربش اللي بيحصل لان انا دخلت وعارف ايه اللي بيحصل جوه، طبيعي النادي الاهلي بيكسب في اخر دقيقه لان ما عندناش حل غير ان احنا نكسب، ما عندناش حل او ما عندناش بديل ان احنا نكسب، ما ينفعش نخسر. انا اللي اكتر تعليق عجبني بعد مباراه الكاس، حد من الجمهور دخل يقول لك ايه افريقيا يا اهلي، اللي هو بعد المباراه بخمس دقائق اول تعليق سمعته افريقيا يا اهلي. هو يعني اول برضه تصريح من مجلس اداره النادي الاهلي بعد تهنئه الجمهور، احنا خلاص قفلنا ملف الكاس ودلوقتي بنبتدي نركز في دوري ابطال افريقيا. ودي الميزه في النادي الاهلي، في المكسب وفي الخساره، لا قدر الله لما بيبقى في خساره النادي الاهلي بيقفل بسرعه بيبدا يفكر في اللي بعده، عشان كده صعب بتلاقي الاهلي بيخسر مرتين ورا بعض قريبين يعني. فالفكره ان انت بتعالج الامور دي ازاي، سواء بتكسب سواء بتخسر، بتكسب فبترجع بسرعه عشان ترجع خلاص عندي بطوله ثانيه، بطوله مهمه فرحنا النهارده، بكره الصبح ببقى خلاص دخلت تمرين ودخلت في موضوع ثاني خالص. كابتن ابو مسلم، كابتن رضا اتكلم في مرحله من اهم مراحل كره القدم وهي الاحلال والتجديد، ونادي الاهلي في هذه المرحله والمرحله طب بتاعه السنه اللي فاتت
عمل احلال وتجديد بشكل كبير في الفرقه، ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيتصدر الدوري وبيفوز بالبطولات، وهذا الموسم بيحقق الثنائيه. ده طبيعي فاروق زي ما رودا قال، اكيد اي حد بيخش النادي الاهلي، اي ناس جديده او لعيبه جديده بتخش بتبقى مستجده، بتاخد على الوضع بسرعه جدا. في زي ما كان رودا قال، في ناس بتستقبلها، في كباتن فرقه ما حسكش اللي انت بره خلاص او غريب عن المنظومه، بتخش تتعامل بتلاقي كل حاجه موجوده ليك، كل حاجه انت بس عايزك بس تركز وتادي بس بالشكل اللي هو مطلوب، وتاخد روح النادي اللي هي موجوده، روح الفنيه اللي زي ما بنتكلم عليها. التحليل الاحلال والتجديد ده موجود في اي فرقه في العالم، بس اللي يختار يعني بيجيب النقاء الفرقه اللي هي اللعيبه اللي يقدر يشيل اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي لما يختار لعيب اكيد عارف اللعيب وضعه ايه بالظبط، لعيب يقدر يشيل وقت النادي الاهلي في وقت معين في افريقيا، عنده المقاومات تحت الضغط العصبي، تحت فقدان البطوله لازم يكون عنده لعيب يقدر يستحمل الضغط ده كله. النادي الاهلي شايف الفتره اللي فاتت يعني عمل صفقات محترمه جدا، لعيبه صغيره في السن، لو كنا نتكلم على السوليه، صالح جمعه، حمدي زكي، في ناس كتير جدا، في يعني لعيبه كتير، لعيبه جت من قطاع الناشئين، محمد هاني، في لعيبه مميزه. فده طبيعي يا فاروق، انت بتجيب ربع صغير يعني 3 4 من ناشئين النادي اللي هم عندهم القوه والسرعه ولسه طالعين، عندهم لسه فريش زي ما بنقول في لغه الكوره، مع 4 5 اللي هم عماد متعب وحسام غالي الخبره. في كابتن ابو سلم ضغط الجمهور، الجمهور دايما بينتظر من النادي الاهلي الانجازات، بينتظر البطولات. واحنا معانا على الهاتف والده احد جماهير النادي الاهلي، طفل من الاطفال الجميله اللي يعني ربنا توفاه في الفترة اللي فاتت، ولكن هو من أكبر محبين النادي الأهلي، وحتى كانت والدته صرحت عبر وسائل الاتصال الاجتماعي على فيسبوك أنه بيحب النادي الأهلي جدا، وأنه كان بينتظر بطولة الكاس بشغف لأنها كانت غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة. مساء الخير يا فندم. أستاذة مروة، مساء الخير. خير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. طبعا بنقول لحضرتك بقى، ان نقول احنا اللي نقول لحضرتك مبروك الكاس للنادي الاهلي، وكنت عايز اعرف من حضرتك قد ايه يوسف كان بيحب الاهلي. يوسف كان بيحب الاهلي بجنون، يعني زي كل يعني مشجعين النادي الاهلي، كان بالنسبه له النادي عشق، مش مجرد يعني كده لعبه وخلاص. وهو كان متأثر جدا بروح الفانيلا وفكرة اللعيبة وقد ايه اخلاصهم لكل حاجة، وتعلم منهم موضوع الاخلاص ده، وتعلم منهم حاجات كتير. يعني يوسف ما فيش ماتش كان يقدر يروحه وما راحوش، ده حبا في النادي وحبا في اللعيبة. وهو اتعلم منكم قوي موضوع الإخلاص، سواء لما كنتوا قد إيه ساندتوا أهالي الشهداء وكنتوا جنبهم طول الوقت لغاية ما جابوا حقوقهم يعني. وبتمنى بس إن صوتي يوصل لكل اللعيبة إن أنا بشكرهم، لأن هم كانوا متواجدين وقت المحنة اللي كان فيها يوسف، ومع وصل لهم قد ايه هو بيحبهم جدا، فاستجابوا للدعوه، وكابتن بركات جاله، وبقيه اللعيبه بعتوا له فويس نوت، وكابتن اسلام الشاطر دعاه له وهو في الكعبه، وكان في والباقي كله تفاعل جدا، وحس قد ايه يوسف كان محتاج ساعتها دعوه منهم، وحصل ده فعلا يعني بالفعل. وانا اعتقد ان يوسف حس بالكلام ده، لدرجه ان احنا حتى يوم كان في ماتش وهو في الغيبوبه احنا شغلنا له الماتش وسمعه، وفي لحظه حصلت ان هو لما الاهلي جاب جون هو حرك نسبه الوعي بتاعته زادت شويه يعني. فاتمنى ان النهارده هو يكون حاسس بينا، وحاسس ان قد ايه يعني بيشجعكم لغايه دلوقتي، لان انتوا قدوه يعني. فانا ما لو الصراحه فندم يعني الفوز الاهلي على انا شخصيا ملياش في الكوره الصراحه، بس انا مصدقه في حاجه اسمها قدوه. ان انا بقول لحضرتك يعني برضو فوز النادي الاهلي ببطوله كاس مصر، الصور بتاعته طبعا كلها باين فيها هو لابس قميص وتيشيرت النادي الاهلي، وقد ايه حبه، واقل حاجه بنقدمها ليوسف واللي زيه المكسب الكبير على النادي المصري في الفاينل بماتش دراماتيكي
اللعيبه كلها هيوصل لهم طبعا خلال تواجد حضرتك معانا ومداخله حضرتك في قناه النادي الاهلي. واحنا الصراحه في قناه النادي الاهلي اول ما شفنا البوست بتاع حضرتك على الفيسبوك تم التواصل مع حضرتك، ويمكن طاقم الاعداد ادي البوست اللي حضرتك كنت منزلاه على الفيسبوك، وده كنت منزلاه امبارح، فيعني تم التواصل بشكل كبير. انا اول ما دخلت القناه طاقم الاعداد دخلوا وقالوا لي ده في سيده محترمه والده يوسف، وافتكرت حتى الحادث اللي كان مر على يوسف ويعني كان السبب في وفاته. فتفاعلنا على طول يعني اتصلنا بحضرتك، قلت لهم لا لازم الاستاذه تخش معانا وتقول قد ايه يوسف بيحب النادي الاهلي، واكيد كان هو ما فيش ماتش بيفوته. لا ده انا اللي سمعته يعني ما كانش في ماتش بيفوته خالص، ما كانش في ماتش بيفوته، ما كانش في ذكرى للشهداء الاحداث بتاعه بورسعيد ما احضرهاش. يعني كان اتعلم منكم يعني ايه يبقى مخلص لناس مش موجودين، فالناس اخلصت له وهو مش موجود، ودي مهمه جدا جدا جدا. والله يا فندم ان البني ادم مش مؤثرته هي اللي بتكمل معاه، دي اقل حاجه. ودايما النادي الاهلي مع بيتواصل مع جمهوره، لان فندم جمهور النادي الاهلي هو سبب عظمه النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي دايما في جمهوره رقم واحد. بالظبط كده. احنا وشكرا لحضراتكم وشكرا للقناه وشكرا للنادي اولا واخيرا وللكباتن كلها، وشكر خاص للكابتن ابو تريكه. يا ريت يوصلوا ان شاء الله. لا ان شاء الله هيوصلوا طبعا. كابتن ابو تريكه من نجوم الكبار، واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ الكره المصريه وطبعا في تاريخ النادي الاهلي. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله انا بعود حضرتك ان احنا من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال النادي الاهلي هنكون في دائم التواصل مع حضرتك ومن مثل يوسف، نفس حاله يوسف، من جمهور النادي الاهلي على مستوى جمهوريه مصر العربيه وحتى بره جمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله النادي الاهلي شعبيته في كل مكان في العالم، ان شاء الله هنكون في تواصل تام. نرجع تاني لكره القدم ونرجع تاني لاجواء لقاء الكاس، لقاء كان مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي كان 10 سنوات لم يفز بكاس مصر لاسباب كتيره، اسباب في اسباب سياسيه، في اسباب النادي الاهلي ما كانش مدي بطوله كاس مصر الحق الامثل ليها لان التلاحم المواسم وبطوله دوري ابطال افريقيا وايضا بطوله الدوري العام، ولكن هذا الموسم النادي الاهلي حقق واحد من افضل المواسم من الناحيه الكرويه سواء في ارقامه في بطوله الدوري او في كاس مصر. ارجع تاني لنجوم الكرام كابتن رضا شحاته، النادي الاهلي في كاس مصر، هنبتدي بقى نخش في بطوله كاس مصر قبل ما نرجع لبطوله الدوري ونستعرض مشوار النادي الاهلي في الدوري العام. ابتدى بدايه قويه جدا امام الالوان، فوز بسته اهداف، ثم الفوز على انديه كبيره، وادي دجله فاز على سموحه، وهنا اربعه وهنا اربعه، ثم المسك الختام امام النادي المصري في لقاء ماراثوني من افضل اللقاءات، اعتقد هو من افضل لقاءات الموسم هذا الموسم. طبعا انا هعلق بس قبل ما ادخل على التحليل، هي مامة يوسف ربنا يرحمه يا رب ويرحم المسلمين جميعا. انا علقت بس في حاجه في اللي هي قالته خدتني شويه، اللي هو ايه، ما بيتبقاش للاعيب الكوره او للبني ادم غير سيرته الطيبه بعد كده، فبنقول للمدربين واللعيبه لو سمحتوا علموا اولادنا حاجه كويسه يستفيدوا بها بعد كده، علموا اولادنا ان يشوف قيمه قدامه مهمه، علموا اولادنا ان احنا ازاي نحترم بعض، مش ازاي بنتخانق مع بعض، ومش ازاي بنتعامل بعنف مع بعض. الحاجات دي مهمه جدا يعني، ده اكيد يعني ده اساسيات، بس في ناس بتاخدها يقول لك دي حريه شخصيه. انا شايف ان مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه، لا في الادب على حساب وفي الانضباط على حساب طول ما انت حد متشاف او حد الناس بتتابعك قدوه، لازم تبقى قد القدوه دي. فانا اتمنى ان دي تبقى يعني الكلمه دي خدتني بس، فكان لازم اعلق عليها. كابتن ابو مسلم ليك تعقيب على الموضوع بتاع يوسف؟ والله طبعا الله يرحمه اكيد هو الواحد اتاثر شويه بالموضوع ده، عشان الواحد حس حاجه حاله زي كده بالظبط كانت موجوده معايا. فالحمد لله يعني الواحد شويه شويه بيحاول ينسى الموقف يعني، وبنقول طبعا ربنا صبر مامة يوسف، والفتره اللي جايه ان شاء الله اقل حاجه للنادي الاهلي اللي قدمها ليوسف اللي هي الكاس ديت، اكيد النجاح ما بيجيش من فراغ يا فاروق. حتى الناس بتقول لك في حظ، في ناس بتقول لك ده حظ ومش حظ، لا الحظ ما بيجيش الا للمجتهد. انت راجل بتتعب بتخلص بتعمل كل الاسباب النجاح، عشان كده ربنا بيديك حد اخر دقيقه. ولاعيبه النادي الاهلي لو جينا نبص على في كذا صوره نزلت على السوشيال ميديا
اللي فيه راجل كابتن يعني حسام غالي ما لعبش كابتن النادي الاهلي، الجهاز كله واللعيبه كلها بيرفعوه لفوق بيحيوه، فدي روح النادي الاهلي، دي روح المكسب، ده روح البطوله. وقيمه الكبير بس ده يعني انت راجل لعيب ليك اسمك اخلصت للنادي، يعني في فتره من فترات حسام غالي كان بيعيط، يعني بيعيط اللي احنا لازم يا جماعه لما البطوله تروح مننا لازم نشد نفسينا لازم نقدر، فدي روح البطوله اللي بتيجي عند اللعيبه. احنا جايبين لحضراتكم على الشاشه طبعا صوره القناه ومشوار النادي الاهلي في الكاس، التتويج ببطوله الدوري والتتويج ببطوله الكاس، احنا بنجمع لحضراتكم كل الـ يعني موسم اجواء موسم النادي الاهلي، كل ما حدث للنادي الاهلي في شاشه واحده بنعبر بيها عن مدى الانجاز اللي قدمه النادي الاهلي هذا الموسم، لان البعض ساعات بيقلل من قيمه الدوري المصري، يقول لك ده الدوري المصري ده لما ما بقاش فيه منافسه او النادي الاهلي مكتسح فيه يقول لك ده الدوري المصري مش قد كده، ويجي الكاس يقول لك لا ما هو الكاس كمان مش قد كده، فمش عارف النادي الاهلي هيخترع بعد كده يعني منافسين من الخارج، يعني النادي الاهلي هذا الموسم فاز على كل المنافسين سواء في الدوري او في الكاس. فنروح بقى ليه مشوار النادي الاهلي في كاس مصر، واحنا كنا بنستعرض فيه على الشاشه بدايته امام الالومنيوم 6 اهداف، النادي الاهلي هو الفريق الاكثر احرازا للاهداف في بطوله كاس مصر. لان الاهلي عنده سياسه مختلفه السنه دي، هو بيحاول ما بيستناش الفرق هي اللي تهاجمه، دايما بيبقى بيهاجم وعايز يكسب. الحاجات الارقام كلها تحسب لكابتن حسام البدري. يمكن برضو انا من بدايه السنه بتكلم ان الحته الفنيه مش عاليه قوي في النادي الاهلي السيزون ده، ولكن الارقام كلها ايجابيه. التعليق على الحتت الفنيه بتكلم على الجمل وعلى الحاجات الفنيه، مش بتكلم على الروح. بس انا اقول لك حاجه كابتن رضا، يعني الكابتن حسام البدري حتى في الماتشات الكبيره بيضرب الديفنسات بتقدم الباكات والكور العرضيه وعملها مع كل امام كل منافسين. فممكن انت متوقع كره عالميه اكتر من كده، ده اللي تقصده يعني. بالظبط كده. لما اجي اتكلم ان عندي وليد سليمان وعندي مؤمن وعندي عبد الله السعيد وعندي صالح، عندي حلول كتيره جدا، فعايز انا بطمح يعني زي النادي الاهلي، احنا اهلاويه كلنا، هو الطبيعي ان انت تدخل في اي بطوله بتاخدها؟ لا، بس الطبيعي في النادي الاهلي اللي انا عايز اخدها، انا عايز النادي الاهلي دايما يوصل لل 100%، مش ما يرضينيش 80%. فعشان دايما لما باجي اتكلم على الحته دي مش معنى كلامي ان الجزء الفني واقع، انا بتكلم عن ان الجزء الفني لا يتعدى 80%، فانا عايز ال 20. هي دي القصد، مش القصد ان احنا بالظبط كده، هو ده طمع جمهور النادي الاهلي. احنا كده النادي الاهلي قدره ان لازم فوق ال 120% كمان هتطمع فيها. بالظبط، فاحنا كده اتعودنا على كده. فلما باجي اقول الجزء ده مش معنى كلامي ان انا بتكلم، لا انا بتكلم ان انا عايز اوصل دي كمان، لان دايما النادي الاهلي هو عودنا على ده، واحنا اتعودنا على الريتم ده من 5 6 سنين اللي هم اللي كان النادي الاهلي بيحصد فيهم كل حاجه، كانت الاداء وكان عالي جدا، فدايما بنقيم احنا بالمستوى ده. انا شايف ان يعني انا من وجهه نظري نجم الكاس في النادي الاهلي عمرو جميل. نعم. عمل بطوله دي كان هايل فيها، ويمكن ما لعبش برده كتير، ولكن كان في المباريات كلها كان عنده حلول، وكان هو فعال في توقيتات معينه، ويمكن المباراه الاخيره دي هو كان حل، يعني ما كانش عنده حل. وده يحصل برضه للكابتن حسام البدري انه دعم بالشق الفني، ان هو غير طريقه اللعب ووضح طريقه الاداء، ان انا بلعب خلاص بقى ريسك، بلعب على فاينل كاس، ومحتاج ان انا محتاج ان انا اصلا كمان ده انت كمان اللعيبه دي ماشيه، اللعيبه دي مش موجوده، يعني حسام غالي خلاص هو كده كده مش موجود، فبس حسام بص الروح موجود وعايز، وعمر بينزل بيبقى عايز، هي دي الفكره، هي دي أو هو ده النادي الاهلي، يعني بتلخص في الجملتين دول. كابتن ابو مسلم، حاجتك بقى لفاينل الكاس، ماتش المصري، النادي المصري في هذا الموسم مع كابتن حسام حسن متغير جدا في طريقه الاداء، في الشكل، في ترابط الفريق، نتائجه في الدوري المصري نتائج اكثر من رائعه، ووصوله لفاينل الكاس فاز على نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء، وامام النادي الاهلي كان في بعض الاحيان ند قوي. وطبعا يا فاروق ان جينا نتكلم لازم اكيد بنحيي كابتن حسام حسن، عامل موسم ولا اروع، من احسن المدربين الموجودين في الدوري الممتاز. لو جينا نتكلم في نقطه لازم فنيه يا فاروق، لازم الناس كلها تبص عليها، كابتن حسام حسن الفرقه كلها اللي مكونها يعني لعيب بلغه الكوره مش مشهورين قوي، مش محدش معروف فيهم، بس بيطبق سياسه حاجه اللي انت بيضغط عليك من اول نص اول ربع ال 18 بتاعتك، بيضغط بيعمل عليك بريس. فانا كنت خايف جدا من الحاجه ديت. النادي الاهلي طلع الفتره فاتت تلاحم مواسم كثيره، عندك بطوله العربيه لسه خارج منها، فالروح المعنويه
طبعا مش كويسه. اللعيبه كتير كانت مجهده، عبد الله سعيد كان في فتره راحه، احمد فتحي بعد الماتش اللي هو بتاع البطوله العربيه، فانا كنت خايف من انت بتلعب فرقه صغيره في السن فاروق، انت كنت عارف حاجه زي كده بتتعبك غير ما تلعب فرقه كبيره عارفه بتقف ازاي وتتحرك ازاي. فرقه يعني النادي المصري نادي كبير، بس بتتكلم على اللعيبه نفسها الستايل بتاعها صغير في السن، بتقدر تجري كويس، بتقدر طول الماتش يعني اللعيبه لغه الكوره كده رخمه اللي هو كله شويه ما بيسيبكش تقعد ساكت، فشفت بيلعبوا لحد لو فضلنا اكسترا تايم كمان كان هيلعبوا اكتر من كده. فانا شايف اللي كان ماتش هايل جدا، النادي الاهلي قدر يستغل المواقف دي قيمه الكبير اللي هم اللعيبه الكبيره والخبره اللي هو بيقدر في وقت معين بيقدر يفنش يعني الكره اللي جت لاحمد فتحي. طب انا اسالك في قبل بقى ما نروح لكره احمد فتحي، في سياق المباراه النادي الاهلي ضيع فرص كتير جدا من اول الماتش، وفي فرصه لمؤمن زكريا الانفراد اللي حطها بيمينه بره، وتوالت الفرص وفرص ثانيه لمؤمن وفرص لاجاييه وفرص لعبد الله، يعني سيلان من الفرص. كنت حاسس النادي الاهلي هيتعادل بعد حتى ما جه الهدف بتاع النادي المصري؟ لا انا كنت حاسس ان النادي الاهلي هيكسب، خلي بالك انا الماتش كان صعب شويه، بس انا كنت عارف عندي يقين وعارف اللعيبه ان النادي الاهلي بيقدروا عندهم غيره ازاي، وعارف لحد اخر وقت هم هيكسبوا. يعني حتى بعد ما جبنا الجون اللي هو انت جيل التغيير بتاع الكابتن حسام لما نزل عمرو جمال في الوقت دوت، عشان كان في كرات من العرض كتير ما كانش حد جوه ال 18 مميز بشكل جامد اللي هو بيقدر يفنش الكوره زي كده. يعني الفاول حتى لو جت من كره ثابته عمرو طلع حطها بدماغه، عمرو عنده الجامب عالي وعنده تكو اوف عالي جدا فقدر يحطها، هو مميز في لعب الهواء الصراحه فدي بتاعته. طبعا تاني حاجه انا اول ما قلنا التعادل قلت ان احنا هنكسب، انا عارف النادي الاهلي مش ما بيسكتش، يعني احنا ما بنسكتش، ما كنا بنلعب اول ما تيجي كده بتحس ان انت خلاص لازم هتاخد الماتش. فالنادي الاهلي عنده خبره، لعيبه عندها خبره، احمد فتحي عندك لعيبه ورا. طب انت عملت ايه بعد جون التعادل؟ لا انا طبعا يعني لما كنا في الملعب كنا اهدى من كده بكتير. يعني عملت ايه؟ لا طبعا جه فرقنا صورنا لما كسرنا الدنيا. طبعا احنا صورنا هنا واكتشفنا يعني احنا فرقنا طبعا، والواحد ما قدرش يعني انا لما كنت بلعب ما كنتش بحس الاحساس دوت، يعني لما اكون جوه الملعب ببقى اهدى شويه. لما طلعت بره من يعني الجماهير ومشجع النادي الاهلي لا الموضوع علاكم في الموضوع صعب جدا، بتقدر على اعصابك يعني شغلت المدير الفني دي صعبه جدا، خلي بالك مش سهل. طيب كابتن رضا عملت ايه بعد جون المكسب؟ لا جون المكسب ده قصه تانية خالص، يعني كمان احنا قلنا تعادل خلاص بقى وضربات جزاء، يعني القصه خلاص الفرقتين مش قادرين، يعني خلاص وصلوا لمرحله ان الموضوع بقى صعب. هي لما جت لاحمد فتحي بقى دي القصه التانية، هيعمل ايه؟ عارف اللي هو هتعمل ايه يا احمد فتحي؟ هتعملها هتتحل ازاي؟ الكره هي داخله انا مستني الحكم يصفر حاجه، هيقول حاجه، يعني هو مش هتيجي اكيد. لا وهي كمان ما دخلتش بسرعه، عارف هي واخده وقت وهو هيلحق. انت عايز تنزل تزقها غير كده عارف يعني في نقطه كمان يا فاروق اللي زي ما رضا بيقول احمد فتحي في الحته دي، يعني انا لما شفنا احمد فتحي بيشوط او بيحط بطن رجله في زاويه ثانيه، ففتحي هدي خالص، ودي خبره سنين اللي هو قادر يحطها في حته. انا مسميه لعيب الدوله يا كابتن، لعيب الدوله يا كابتن، لعيب الدوله هنا بتبان القيمه في الوقت في الفينش الوقت معين طبعا. يعني صراحه احمد فتحي يعني الحق يقال اهدافه مع النادي الاهلي مؤثره، لو تفتكروا الهدف في طلائع الجيش، طلائع الجيش في الدقيقه الاخيره، طلائع الجيش طبعا رجعت الدوري التعادل برضه، دوري ولعبنا الاسماعيلي فاينل الاسماعيلي، والهدف اللي جابه في فاينل الكاس. انت بقى كان رد فعلك ايه بعد ما جت الجون؟ انا ما صدقتش الجون الثاني ده، يعني عارف انا استنيت وقت طويل قوي على ما فرحت بقى، خدت وقت عارف مش عشان يعني مستني اشوف خلاص بيجروا، طب يبقى خلاص يبقى هدف. هي الفكره كلها ان انت بتتكلم على احمد فتحي ده، هو احمد فتحي تعب قد ايه عشان يوصل لهنا يا جماعه؟ طيب انا بس هستاذنك هنطلع فاصل، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد ونرجع ونكمل كلامنا على احمد فتحي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وعايز اقول لكم استاد الاهلي النهارده في جبهتين من النار، جبهه فيها الكابتن رضا شحاته وجبهه فيها كابتن ابو مسلم، واحد جبهه يمين واحد جبهه شمال، والاثنين ما بيبطلوش جري، ولا ده بيتعب ولا ده بيتعب، والاثنين ياما يعني. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول للنادي الاهلي كابتن رضا شحاته، طبعا فاكرين ماتش السته وكابتن احمد ابو مسلم وقدم يسرى وبتشوفه بتتكلم وستراسبورج وشغل كبير جدا طبعا. منورنا النهارده في استاد الاهلي، كنا بنتكلم على النادي الاهلي ولقاء المصري البورسعيدي في فاينل الكاس. خلينا نخش كده ونستعرض مع حضراتكم اهداف المباراه، الاهداف الجميله اللي الكل قفز من مكانه وفرحه كانت كبيره جدا بالتعادل وبهدف الفوز. ولكن ارجع تاني واقول لك كابتن رضا، النادي الاهلي خلال المباراه 120 دقيقه
حتى وهو متأخر بهدف لم يغير في الاستراتيجية، بل دايما اللعب للأمام اللعب للأمام اللعب للأمام، بيحاول يفك في شفرات الدفاعية. مؤمن زكريا ضيع فرص، أجايي ضيع فرص، وليد سليمان قبل ما يطلع ضيع بعض من الفرص، كان في محاولات كبيرة جدا، وفي الأخير وصل ليه ان هو يحرز أهداف. زي ما الكابتن أبو مسلم كان بيتكلم، مفيش حاجة بتيجي من فراغ، مفيش حاجة اسمها حظ. الحظ عمره ما هيجي لي وانا قاعد في بيتي، او الحظ عمره ما هيجي وانا عمال بنقل وما بجريش. الحظ ما بيجيش لفرقه ما بتقديش، الحظ بيجي لفرقه بتتعب وبتعمل اللي عليها وبتعدي كمان الحدود اللي هي يعني المطلوب مني لازم اعديه عشان يبدا الحظ يبقى معاك. انما الحظ وانا قاعد في البيت لا، ما فيش حاجه اسمها كده. يعني اي حد بينجح يقول لك هو بينجح عشان هو لا، هو عشان تعب قوي، فعشان تعب قوي فيبدا الحظ يبقى بيسنده، بمعنى اصح الحظ بيبقى معاك، او الامور كلها بتبقى في صالحك. لان انت خلي بالك انت طول الوقت بتضغط على المنافس. النادي الاهلي بيلعب كوره، فبيضغط في الملعب وبيضغط نفسيا، وبيضغط نفسيا على المدير الفني في الفرقه الثانيه، فبيبدا المدير الفني هناك بيفكر غلط، فيبدا تغييراته تبقى فيها مشكله، يبدا الوضع في الملعب يبدا يفكر في النادي الاهلي اكتر ما بيفكر في فرقته، فده بيأثر على الفرقه المنافسه للنادي الاهلي. انت طول الوقت عمال بتفكر انا هعمل ايه مع النادي الاهلي، فده بياخد جزء من تفكيرك، انت مش مركز مع فرقتك، انت دايما مستني النادي الاهلي هيعمل ايه، فده بيأثر. مع مرور الوقت ومع الوقت كل ما بيطول كل ما النادي الاهلي بيكسب بيعلى نفسيا وبدنيا، عشان كده دايما الاهلي بيكسب في دايما في الوقت اللي في الاخر. ليه؟ انا بشوف ان دايما المديرين الفنيين في الشوط الثاني في الاخر بيبدا يستنى بقى الاهلي هيكسب امتى، ويبدا ده ينعكس على الخصم. يعني مبدا التراجع هو اللي بيدي الاهلي الاسبقيه. بالظبط، مع ان الاهلي مستمر، هو ماشي باستراتيجيه زي ما انت بتتكلم، مع ان الفرقه الثانيه التركيز بيقل، لان هو بدا يفكر ان الاهلي هيعمل ايه. الدقيقه كام؟ 80 88. طب خلاص احنا داخلين على 90، يبقى كده ان الاهلي ممكن يكسب دلوقتي، ابدا اقفل. بالظبط كده، فتبدا هنا المشكله تحصل، هي اوتوماتيك، هو المدرب مش قاصد ده، بس انت فاهم الجزء النفسي يا جماعه في كره القدم مهم جدا، محدش بيتكلم فيه خالص. اهم يعني من اهم اربع عوامل، انت عندك الجانب التكنيكي، الجانب التكتيكي، الجانب البدني، ثم الجانب النفسي. ده اهم اربع عوامل في كره القدم. لما اجي اقول بقى لو انا جبت الجانب النفسي النهارده، لو انا عندي لعيب نزل الملعب، قبل ما ينزل الملعب ب 10 دقايق جالي تليفون ان عندك مشكله، ابنك تعبان مثلا، مش عارف انت، كل ده راح، فاهم قصدي ايه؟ فانت الجانب النفسي ده في العامل النفسي، انت ازاي تعود لعيبتك، او ازاي تعلم اللعيب بتاعي بدايه المباراه ببداها ازاي؟ نفسي، مش بتكلم ككوره بقى، انا بتكلم في جزء تاني خالص. طب في الجزء التاني لما بنبقى في نص بين الشوطين، الطبيعي ان انا بقول لك ايه عشان ابدا اهيئك للي بعد كده، نفسي برضو، بعد كده البدني ده بيجي شغلك انت، شغل في الملعب. المهم بقى ان انت ازاي تعالج الامور اللي بتحصل فجاه عندك في الملعب، التغيرات اللي بتحصل. نادي المصري جاب هدف، ازاي يحافظ عليه؟ لا بالعكس، هم اتعصبوا بزياده، وكابتن حسام بقى نافس اكتر مع الولاد، وبدا هو فاهم انا خلاص هكسب، يعني عايز يشد، فالشد دي هم كمان يعني نادي المصري ما فيش غير هي فرصتين، واحده كانت حتى وقعت من ايد شريف اكرامي، ثم الثانيه اللي هي شوطه عبد الله بيكا واحرز منها الهدف. كابتن ابو مسلم، هاخدك ليه نقطة ان احمد فتحي، الناس كلها اتكلمت على احمد فتحي هو ازاي فنش الجون، لكن في نقطة مهمة جدا ما حدش اتكلم، ازاي احمد فتحي قطع ووصل للمرحلة ده عشان يبقى مؤهل ان يجيب اجوان، وهي دي خطة الكابتن حسام البدري على مدار الموسم. وانا بكلمك عشان انت واحد بتلعب في ظهير وظهير ايسر، كله تحدث على احمد فتحي وهو فنش طبعا عالمي وفنش لعيب دولي، ولكن التحرك وصله لحد المكان ده ازاي؟ ما انا كنت لسه هقول دي، يعني احمد فتحي لو جينا نتكلم في الكوره ديت وصل لحد المكان ده ازاي؟ ده قوه القوه البدنيه اللي عنده، قدر يتحرك واخد حريه، كان محمد هاني او بيلعب في نص الملعب بيزيد تحت راسين حربه، كابتن حسام كان مديله، هو عنده العامل اللي احمد فتحي عنده الروح. ده الهدف الثاني بقى من اوله، ادي بدايه الهجمه، وادي التشتيته، وادي اجايف وسط، وادي صالح جمعه وسط اثنين، صالح جمعه خد الكوره، هيعمل اوت، هيعمل اوت، ده اصلا السير ده بقى غلط، المفروض براحته ماشي، وادي غلطه ثانيه، ادي الضغط، وادي الثانيه احمد فتحي الظهير الايسر، بس اللي هو اخر واحد في الملعب، هو اللي فين الناس كلها بتتكلم، هو حطها ازاي؟ احمد فتحي عنده زي ما احنا بنتكلم، عنده الروح العاليه وعنده قلبه، يعني بيلعب بقلب، لعيب بنقول عليه عنده قلب في الحته ديت بالذات، هو عايز يكسب وعايز عنده الدافع. احمد فتحي وصل للمواقف دي كتير، لعب في منتخب مع النادي الاهلي في افريقيا، فعنده الحته دي موجوده، فقدر يكمل. وطبيعي ان احمد فتحي، انا متوقع اول ما جت لاحمد فتحي كده انا قلت هيشوط،
يعني فتح انا يعني انا ليا كلام معاه كتير وبكلمه على طول بسميه حتى ديعه. هو بيشوط في الاخر تقريبا بيشوط يعني فعملها ده فيعني عملها بحاجه يعني اكتر من راس حربه يعني صبر عليها. ودي زي ما احنا قلنا فاروق جينا اتكلمنا خبره السنين في الحته دي اللي هو قدر يصبر عليها كويس جدا. وفتحي اصلا يعني عمره ما عملها شبه كده حاجه يعني. في حاجه ثانيه انت اكيد هتبقى واخد بالك منها يا ريت بس مخرجنا يعيدها. صالح جمعه هو بيلعب الاوت فتح الملعب وهتلاقي في لعيب قرب منه ماشي احمد فتحي قطع لجوه ما قطعش لبره عشان ياخد مكان المهاجم عشان الملعب مفتوح. وخلي بالك كمان يا فاروق انت لو بصيت في دي لو فتحي هو بص اخر نفسه سنه عشان لو سبق تاني كانت اوف سايد فدي بقول لك دي خبرات دي تراكم خبرات عند احمد فتحي. وبعدين هنا تعالى برضو بص كام واحد 1 2 3 4 من المصري كام واحد من الاهلي هتلاقي 6 لعيبه في الدقيقه كام الدقيقه 120 انا رايح بسته على اربعه. وخلي بالك الكره خليت وقت قبل ما تخش كان ممكن السيرد باك يعمل تاكلينج ما كانش هبان بس هو التوفيق. بس احنا كلنا كنا عايزين كنا انا كنت ناقص انزل ازقها ما كنا عايزين نخش عشان تريحينا بقى. فبنتكلم تاني حاجه في نقطه لازم نتكلم عليها فاروق في الماتش ده بالذات الناس كلها لازم تاخد بالها منها. النادي الاهلي في رغم الاحداث الموجوده ديت في البطولات اللي مشارك فيها لو كانت بطوله الدوري البطوله العربيه اللعيبه كلها موجوده والمنتخب كمان الاجهاد ده كله النادي الاهلي بيلعب ال 120 دقيقه هو اقوى وهو اشرس وهو اللي بيقدر ياخد الكوره. دي ترجع طبعا للجهاز الفني كابتن حسام بدري وراجل مهد اللياقه البدنيه اكيد الشعلالي راجل عامل شغل كويس جدا يعني لازم نديله حقه لان اصعب موسم في تاريخه. وتاني حاجه اللي لازم نتكلم فيها راجل مدير فني لسه جاي مصر اول سنه فعقبال ما يتاقلم فتبقى الدنيا صعبه جدا يعني الراجل لسه شعلان ده جاي من تونس راجل لسه ما عندوش ما يعرفش الدنيا في مصر عامله ازاي طبيعه اللعيبه ازاي عنده احنا غير احنا غير تونس غير المغرب اللاعب المصري عنده حاله تانية عنده شكل تاني عنده طبيعه تعيشه عنده مزاجه حاجه تانية طبعا يعني فرنساويين يعني تونس والمغرب عندهم مخ فرنساوي شويه عشان اتعاملت معاهم فرنسا عنده حاجه بروفيشنال شغال في الحاجات ديت يعني عارف بكره هيشتغل ازاي بغض النظر عن اي احداث بره الملعب. فالراجل عامل شغل كويس جدا بنحييه. النادي الاهلي كان اشرس في الملعب لحد الدقيقه 120 هو الاقوى هو الاخطر فدي طبعا ترجع للجهاز الفني بنحييه عليها طبعا. الماتش كله كان النادي الاهلي متسيد. طب عايز اسالك كمان على الاوفر بتاع معلول اللي يعني طبعا احرز منه عمرو جمال الضربه الثابته وهنا لما يكون عندك لعيب بيجيد ان هو يرفع اوفرات بشكل كويس بتفرق يعني زي ما انت كنت بتعمل اوفرات انا عملتها زي كده في الانتاج على فكره جوني يعني كان بتفرق كتير جدا. الضربات الثابته دي من اهم الطرق للوصول للمرمى اكيد. وعايزين نتكلم برضك يعني انت بص الكره ضربه ثابته في ضربين يعني كان مستر مرمى ادي الفاول اهو نفس المكان ده راح بيعملها بتشوطها قوي جدا على زاويه قريبه هتلمس اي حد حتى لو عدت من سيرد باك او الراجل المدافع اللي بيقف على الحته اللي يعملها بدماغه لورا هتخش يعني انا كنت بعملها على طول كده. كان الكابتن اسامه عرابي هو اللي كان بيمهن كنت في الانتاج الحربي او مستر مانو جوزيه ما كنت في النادي الاهلي يقول لك شوطها مش عايزها لحد يعني عملتها مثلا بيقول اعملها قويه في الاتجاه في اتجاه الزاويه القريبه هتلمس اي حد هتخش. ففي ناس بتقول لك حتى ما تعملهاش عاليه مش عايزينها بالونه يعني عايزينها شوط كانك بتشوط كوره. فدي من ضمن المميزات اللي هو معلول عملها. هي لو بالونه هتبقى سهله على الحارس بس كده. تاني حاجه انت تاني حاجه الناس كلها في روما بتجري راس حربه زي ما شفنا عمرو اتجاهه للمرمى فشايف الجون كويس بيقدر يحطها كويس السيرد باك واقف ظهره ففي صعوبه جدا في التمركز بتاعه يعني فدي كانت حاجه مميزه في الحته دي. تاني حاجه الضربات الثابته دي بتكسب فرقه انا عايز اقول لك ان الكابتن حسام قبل الماتش بيوم كان مركز جدا على الضربات الثابته والقطعه بتاعت عمرو جمال باوفر معلول في المكان ده اعتقد انه فعلا كان مركز عليها في التمرين ما جاتش بالصدفه. التايم دوت ده اهم حاجه التايم اللي هو بيقول الاثنين بيتحركوا في وقت واحد ما ينفعش لو عمرو حتى سبق هتبقى اوف سايد فلازم اول ما الكوره تطلع من رجله يبتدي يعمل الستارت على والكوره دي كده عملتها في ليرس برضك نفس الموضوع بالظبط نفس يعني حتى كان جون البقاء في الدوري الممتاز هناك في ليرس ما كنت بلعب هناك هي نفس الكوره كده بالظبط وراحت على طول في الزاويه البعيده. فالكره دي لما يكون عندك لعيب بيقدر عنده الميزه ديت فدي حاجه ميزه كويسه جدا لازم المدرب يستغلها. تاني حاجه لو جينا نتكلم على الماتش الكشوطه اللي شاطها عبد الله بيكا يعني هي عبد الله بيكا انا اعرفه شخصيا ما بيشوطش كتير هو لعيب حريف جدا يعني لعيب مهاري جدا بيروح في المكان دوت ويقدر يشوط الشوطه ديت فكان معاه توفيق كبير هو كان موفق فيها جدا طبعا وراحت بشكل شكل شكل مميز. فانا شايف يعني دي مثلا 3 4 كور اللي هم اللي كانوا عليهم هم بالظبط 3 4 بكتير قوي اللي كانوا في الماتش على مجمل عشان الماتش كله مقفول لو جينا نتكلم كله مقفول من ناحيه الجانب المصري. كابتن رضا هرجع لك محاولات النادي الاهلي كانت بتيجي من الاطراف اللي حوالين اجي كان له فرصه صراحه فرصه مهمه جدا وكان له هدف تم الغائه وهو هدف صحيح الكره اللي جت في ايده جوه الجون مش من بره حتى خبراء التحكيم كلهم طلعوا وصرحوا بان الهدف هدف صحيح 100% ولكن للاسف هي رؤيه الحكم شاف انها جت في ايده ولكن هي جت داخل المرمى واحنا لسه ما عندناش بقى جو الجول لاين تكنولوجي والحاجات الجميله اللي بنشوفها في الدوري الانجليزي ولكن
هرجع لك ان مؤمن زكريا كان له فرص كتير جدا، من اللعيبه اللي بتعرف تاخد مكان صح، من اللعيبه اللي دايما بتعرف تجري في ظهر الديفنس وبيبقى فعال على الجون، على الرغم ان هو كان غير موفق، لكن هو كان موفق امام الزمالك وموفق في اللقاءات الاخرى. لا، اللعيب بيبقى موفق او لا دي بتبقى على حسب ظروف اللقاء، ولكن نتكلم دايما، خلينا نتكلم في حاجات الفنيه، هو بيقف في اماكن صح. نعم، هو بيعمل اللي عليه. بمعنى ايه؟ المدير الفني يقول لك ضيع كتير عشان تيجي، هتيجي يعني. المهم ان انت دايما تبقى متواجد في، يعني اشتغل صح، الهدف بيجي او ما بيجيش ده مش يعني ده مش قصتك بمعنى اصح. يعني المهم ان انت بتحاول ان انت متواجد، افضل ما تبقى انت دايما بعيد او مش عايز تحط نفسك في المواقف دي. مؤمن عنده الميزه دي، انا في كل كوره في ال 18 تلاقيه طالع، ما تفهمش طالع لك منين الكوره، تحس ان هي كوره بتروح له هو، بتختاره هو. ليه بتختاره هو؟ هو مش عشان هو مشكلة. واخد المكان الصح، هو متحرك في المكان الصح، هو واخد مكان صح. لما جينا نتكلم على الجون الثاني، 80% الهدف علي معلول، 20% عمرو جمال. لما نيجي بنتكلم على الحته اللي ابو مسلم بيتكلم عليها، الحاجات الاوفرات بتتعمل قويه هنا، هي لها حلول كتيره جدا. عندك حل، انت نفسك كلاعب مهاجم بتحرز هدف، او المدافع بيحرزها بالخطا في مرمى، او لو ما لمستش حد خالص ممكن تدخل لوحدها. ففي ثلاث حالات هنا ممكن اي حاجه منهم، فعشان كده دايما تلعب الكره هنا بالعرض. نفس الحاله دي بنيجي نتكلم عليها، الكره العرضيه اللي بتبقى على الخط، لو بنتكلم على مباراه ريال مدريد وبرشلونه، مارسيلو لما عملها بالعرض قويه على الارض، خبطت في البيكي فدخلت. هي دي نفس الموقف، يعني دي في حالتين عكس بعض، بس دي ضربه ثابته، فبتطلب هنا وبتطلب هنا. لو انت مش هتجيب، الخصم يجيب. اللي احنا بنتكلم برده كمان على الهدف الثاني، هو ازاي المصري الاهلي ليه بقى سته في الهدف الثاني؟ عشان انت جبت هدف، فركبت نفسيا خلاص، عارف اللي هو ايه، انا جبت جون وهجيب التاني. نعم. هو بقى 3 دقايق، فهو عايز يلحق يقفل، فبدا يرجع غصب عنه. الحاجات النفسيه والشغل النفسي اللي احنا بنتكلم عليه، فادي دي الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها. الهدف التاني مره تانية للمشاهدين، ان الكوره اصلا ادي صالح جمعه هو مكان راس الحرب اجاي اللي كان راجع عشان هو بيلعب بدماغه كويس بالظبط، وادي الضربه رميه التماس جايه، حمودي فتح الملعب وراح على طول احمد فتحي دايركت. لا خدي عمرو جمال يعني خد ان هو ما استلمش بقى، هو راح لاعب واحده جون واسيست بالظبط. لا انا قصدي بص، هو في الحاله دي ما فكرش كتير، عمرو انا هلعب هنا واحمد بيجري، هي الفكره كلها هي كده يعني. وعلى فكره لو برضو مخرجنا يا ريت يجيب لنا ماتشات سموحه، مؤمن عامل واحده لصالح جمعه نفس القصه، عمل اداله الوان والتاني مؤمن بالزبط. لو كان استلم كان بقى صالح اوفسايد، وهنا نفس القصه لو كان عمرو جمال استلم، اللي هو لانتوف 18 اللي هو الصغير بالزبط. ده وده بالزبط. نفس القصه لو كان عمرو جمال استلم زي ما انت بتقول، كان بقى احمد فتحي وحمودي عمل واحده برده طويله وراح لعبها، كان تقريبا كانت طويله، كان عملها الاجاي اللي عملها بالزبط. من فوق الحارس. احنا طبعا كده هنستمتع بمشوار النادي الاهلي في الكاس في هذا الموسم. النادي الاهلي صراحه ستة أمام الألومنيوم، طب الألومنيوم هيقول لك فرقة مش قوية طبعا مكمل الاحتراف والتقدير، طب وادي دجلة أربع أهداف، فرقة كبيرة، سموحة فرقة كبيرة أربع أهداف، النادي المصري بهدفين، يبقى إذا أنا الأكثر تهديف. وأنا على مدار الموسم، إحنا دلوقتي بقى نبتدي نتكلم على مدار الموسم، أخش ليك كابتن أبو مسلم، شايف النادي الأهلي إزاي على مدار الموسم سواء في الدوري وأيضا إضافة إلى كأس مصر؟ هو النادي الاهلي ماشي مستوى مميز جدا، النادي الاهلي بدون هزيمه لحد دلوقتي في الدوري، خد الدوري وكاس نفس الكلام، ده يدل ان انت عندك خط دفاع قوي جدا، عندك تمركز كويس جدا، لعيبه فاهمه كويس، نبتدي بالحارس، عندك الحارس طبعا، ما ده الثبات، لو خط الضهر من اول الحارس بيبتدي، بص كل الدفاع من اول راس حربه لحد الحارس، كل الناس الكره الاوروبيه الناس كلها بتتعامل كده، اللي راس حربه اللي ما بيعرفش يدافع بيقول له تعالى اقعد على جنب. فهي دي الكوره. جينا شريف اكرام ماشي ما شاء الله الفتره دي مستوى هايل، عندك خط الظهر كله مميز، لو كان سعد او رامي ربيعه او نجيب، ساعات لما بينزل من الناس القويه صراحه. نجيب شال كوره في هذا اللقاء لازم نديله حقه الشوطه صراحه يعني طبعا. محمد نجيب ادي ده الهدف سموحه بتاع صالح جمعه، يعني من الحاجات برده ده في الدوري، من الحاجات برضو صالح من اللعيبه اللي يعني ادت اضافه كبيره جدا للكره المصريه كلها، وطبعا بنبارك له على انضمامه للمنتخب، حاجه جميله جدا، معلم في وسط الملعب. معلم بس كان من بدري، صالح من اللعيبه المميزه جدا، صالح عارف، وده اهم حاجه اللي هو جاي عارف النادي الاهلي عارف الوقت التايم بتاعك، انت لما تقدر تبقى مستعد وماشي كويس ومركز تقدر توصل لفين منتخب من 5-6 اشهر، والوقت لما انت بتبقى مقصر في حق نفسك بتقدر تبقى مش قادر تخش جوه التشكيل 40، فانت اللي انت في ايدك الاثنين. فصالح من اللعيبه المميزه جدا، لعيبه الفتره الاخيره عامل فرق كبير في النادي الاهلي في ظل عبد الله كان فيه اجهاد شويه، بيقدر يعوض كويس. مؤمن نفس الكلام، عندك لعيبه مميزه. نرجع تاني للكلام اللي كنا بنتكلم فيه، خط الظهر طبعا مميز جدا، لو كان نجيب او رام ربيعه او محمد سعد، يعني
سعد سمير طبعا ما شاء الله صراحه يعني سعد سمير المفروض يبقى احسن من احسن الناس الموجوده في خط الدفاع يعني اللي يقدر الراجل مدافع كويس ثاني حاجه عنده سبورت لو بيقدر يجيب اهداف كمان دي بتعلي سعر اي مدافع طور من نفسه طور واشتغل على نفسه كتير ودي رجعت لسعد لما شفت كذا حاجه عنده اللي هو الفتره الاولانيه ما كانش بيلعب يعني جه كذا خواجه ما كانش بيلعب وكابتن حسام اداله الثقه بقى نمره واحد في مكانه دلوقتي خط الظهر مميز جدا نص ملعب مميز نفس الكلام لو جينا الاثنين على الاطراف اللي كان مثلا حسين او محمد هاني او علي معلول مميزين جدا او احمد فتحي او صبر رحيل او صبر رحيل يعني دي الكره اللي شالها نجيب لازم نديله حقه صراحه يعني فدائيه رجوله ثبات حاسس بمكانه وده اللي يعني صراحه محمد نجيب من اللعيبه اللي كمان خلوق جدا فقليل التحدث الى الاعلام محدش بيديله حقه ضيف على كده كمان يا فاروق محمد نجيب من اللعيبه اللي بتلعب ما بتلعبش ما تسمعش صوته خالص يعني انتهى الاخلاق صراحه اي حاجه يعني في لعيبه مثلا ما كنت ممكن ما يلعبش في اي نادي بره مصر بيعمل مشاكل محمد نجيب بيلعب ما بيتكلمش بيتالق ويقعد الماتش اللي بعديه ده عادي ده صفات الراجل الموجود اللي هي النادي الاهلي عشان كده جيت في اول الكلام النادي الاهلي لما بيختار بيشتري لعيب او بيجيب لعيب من بره بيبص على الاخلاقيه بتاعته عامله ازاي وعلى الشكل بتاعه هيقدر يبقى بيقول عليه شكل النادي الاهلي ولا لا هو بالظبط انا كنت لسه اقول لك الكلمه دي دايما بسمعها هو ده اخلاقنا اخلاق النادي الاهلي ولا لا مش شبهنا مش شبهنا مش شبهنا دي لا اللعيب لما بيبقى اخلاقه مش ولا بد يعني هي دي حتى لما كنا موجودين او بره لما كان بيبقى لعيب النادي الاهلي ياخد حد لعيب ما كنا في مثلا صلاح الدين اللي هو بتاع اللي كان موجود فيقول لك ده شبهنا شبهنا كنت معاه فلير فده شبهنا يا جماعه ما فيش مشكله الراجل مش هيعمل شبهنا ايه يا فاروق اللي هو راجل عنده الروح ما بيعملش مشاكل بيقدر يسمع كلام فدي كلها دي حاجات تبقى موجوده فاللعيبه مميزه جدا تاني حاجه نتكلم عندك اقوى خط دفاع عندك اقوى خط هجوم ونحط تحتها 100 خط انت كان عندك مشاكل الاول في خط الهجوم كان عندك كابتن حسام كان بيعتمد على اجاي في فتره من فترات بتاعه الدوري وبعد كده وبعد كده دخل ازارو كصفقه من الصفقات المهمه جدا مميز جدا ده لعيب مميز جدا ومحطه كبيره هيفيد النادي الاهلي فدلوقتي بقى عندك عماد متعب يقدر يخش ويجيب اهداف عندك عمرو جمال ابتدى يرجع بعد الفتره بتاعه الاصابه بقى مميز والفتره اللي طبعا بنقول النادي الاهلي مجلس اداره مميز جدا اللي هو قدر يمشي عمرو جمال في التوقيت ده عمرو جمال لازم يلعب محتاج لعب كتير دي الحاجات اللي كنا بنقول يعني الفرص الضائعه الكتيره على مدار بس احنا بنمر للمشاهدين ان احنا عاملين يعني تحدثنا كثيرا النادي الاهلي الاكثر وصولا للمرمى في لقاء المصري فبنستعرض للمشاهدين الفرص الضائعه فبقول لك يعني دي تحسب مجلس اداره النادي الاهلي اللي تقدر تدخل عمرو يعني عمرو جمال عايز لعب كتير بلغه الكوره فلازم مش هيلعب 30 دقيقه وينزل 20 دقيقه فاعارته لنادي بنفست جنوب افريقيا فهيتفيدوا جدا اول حاجه هيبقى مستواه هيعلى جدا ثاني حاجه عنصر اللياقه البدنيه بتكون مرتفعه عنده جدا عشان درجه الحراره وجينا نتكلم على مرتفع عن سطح البحر هيبقى في كلام كبير جدا فعمرو هيبقى فتره الاحتراف كمان هتفيده اكتر عمرو صغير هيقدر يتاقلم كويس هيقدر يعرف يتكلم امتى يعرف يشتغل امتى على نفسه فدي حاجه مميزه جدا عماد متعب برضك نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون ليه مكانه عماد متعب من نجوم مصر الموجوده عندك ازار حاجه اللعيب دوت كامل في كل حاجه عنده الستارت بتاعه عالي جدا سريع جدا محطه راس حربه ريخي من لغه الكوره بيقدر بيخبط السرد باكات بيعمل لك محطه كويسه فانا شايف النادي الاهلي قدر الفتره اللي فاتت يدعم بالشكل اللي هو مش بكام مش عايز خمسه سته لا انا عايز مثلا اثنين هم دول اللي كابتن حسام اللي عايزهم هم دول اللي يقدروا يعملوا لك الفارق فشاف الفتره اللي يعني النادي الاهلي برده مميز في انه بيقدر يشتري اللعيب اللي هو محتاجه مش بيشتري عشان مجرد يشتري بس يعني ما ينفعش اشتري فاروق مثلا 8 في نص ملعب طب هو يعني مثلا لا في انديه ثانيه بتجيب 17 18 لعيب طب ما ده ما ينفعش وفي الاخر المحصله صفر في الاخر صفر وبيبيعوا معروضين للبيع كلهم يعني فبنتكلم السنه دي يعني النادي الاهلي كابتن حسام تحسب له اللي هو عامل فرقه مميزه جدا اللعيب بيقدر في وقت معين بيعمل روتيشن بيغير اللعيب بيدخل صالح بيدخل عبد الله بيطلع بره شويه يريح فدي مؤمن بياخد وقت عقبال ما يرجع فدي كلها تحسب للنادي الاهلي تاني حاجه دي في ما فيش مشاكل دي لما يكون عندك انت نجوم كبيره في الفرقه من اهم مستر مانو جوزيه ما عندكش حد بيقول لا فانا بتكلم ان توتال النادي الاهلي من احسن المواسم المعموله السنه دي مع كابتن حسام كابتن رضا اكيد ليك تعقيب على نفس القصه انت ابتدينا مع كلامي مع حضرتك على رؤيتك للموسم ككل بالنسبه للنادي الاهلي عايز اخد منك تعقيب خاصه ان الاهلي في المرحله يعني كان ينتقد والاهلي متصدر الدوري كان ينتقد وهو بيكسب الزمالك رايح جاي يقول لك هو ما كسبش الزمالك 6 ليه كان ينتقد وهو في قبل ما يوصل لقبل نهائي الكاس ويكسب سموحه 4-0 كان ينتقد وهو متاخر مع المصري ابتدت الانتقادات تطلع على النادي الاهلي وفي الاخير ربنا كرم من يجتهد ومن يستحق خلينا نقول ان دي ضريبه النجاح او دي ضريبه ان انت بتكسب وان انت
بتكسب في اوقات صعبه، فدي دي الضريبه بتاعتها ان انت دايما بتتهاجم ودايما الناس مركزه معاك ودايما الناس نفسها ان انت تبقى الامور مش ماشيه معاك زي ما هي ماشيه كده. في ناس بتتمنى طبعا ان انت تخسر. هي الفكره كلها ان انت الانتقادات اللي موجوده بتبقى نفسهم يعملوا اي يدخلوا من اي مكان يعني، ولكن النادي الاهلي اللي بيستفز الناس اكتر هو مش بيديك فرصه او فرص قليله قوي. لما بتيجي النهارده عايز اعمل مشكله او عايز اعمل حوار مثلا، جه وقت من الاوقات مثلا زي ما كان حوار كابتن حسام البدري ان هو مش هيجدد وان هو جاي له حاجه وان هو عايز يمشي، الحوار خد شويه كده وراح برده اتقفل والدنيا مشيت، لان في النادي الاهلي دايما الحوارات دي ما بتاخدش وقت. عماد متعب عامل مشكله مش عارف مع الجهاز الفني، خد يوم والموضوع اتقفل. احنا في النادي الاهلي بنعرف نلم الدنيا، الدنيا بتتلم والموضوع ما بياخدش لا يتعدى يوم يومين بالكتير، وبيبقى في الميديا بس ما بيبقاش بره، والموضوع بيخلص لان عماد متعب لانه موجود والمباراه بعدها وبيبقى متواجد ومفيش مشكله خالص مع كابتن حسام البدري. فهي الفكره كلها كده ان عندك الاخطاء اللي بتحصل او المشاكل اللي بتحصل في النادي الاهلي ما بتاخدش وقت، فدي ميزه هي اللي منجحه النادي الاهلي. انما من الناحيه الاداريه الجانب الملف الاداري في النادي الاهلي الاكثر تميزا لذلك او مما يؤدي الى البطولات. بشكر السيد عبد الحفيظ. يعني خلينا احنا بنتكلم عن كابتن حسام من الحته الفنيه والجهاز الفني، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد له دور في الجزء الحاجات اللي هي المعنويه والنفسيه، لان كابتن سيد قريب جدا من عماد ومن الجيل برضو ومن اللعيبه، فهو شخصيه دينام. محبوبه ودينام. جدا كمان. فانا عارف ان هو عامل دور كبير جدا من في اللعيبه يعني اللي يعني صعب ان هم يتكرروا طبعا. يعني طبعا هو كان انتوا كان ليكوا الشرف ان انتوا تلعبوا معاه وفترات والجون بتاع الترجي، بس هو كان قصيدها بتاع الترجي قصيدها هو على طول ليه حاجات غريبه كده كابتن سيد ليه حاجات حلوه كده خلي بالك في التمرين كمان يعني هو كده كابتن سيد يعني مش مميز في دماغه تلاقيه بيقطع واحد عاملها دماغه جت ازاي؟ وبعدين حريف حرفنه بتاعته هو يعني حريف حرفنه له ستايل ليه كاركتر كده الواحد ليه ستايله هو فعلا يعني اضافه كبيره جدا كان في تاريخ الكره المصريه، وصراحه من اللعيبه اللي فعلا له دور اداري مميز فيه جدا ونجح فيه بشكل كبير جدا بعد طبعا رحيل كابتن ثابت البطل. فده الجزء الاداري. الجزء الفني بنتكلم ان احنا الدور الاولاني كان النادي الاهلي ماشي كويس جدا فيه بخطى ثابته، يمكن الدور الثاني في بدايته كان فيها مشكله شويه، الحته الفنيه كان في شويه ازمات كده بنكسب، بس كان الجزء الفني ما كانش مرضي لجمهور النادي الاهلي. بدا دلوقتي لا، بدايه السنه دي الحمد لله انا شايف شكل مختلف، حتى من البطوله العربيه اللي احنا بننتقد فيها شويه ان خسرنا او، ولكن كانت فيها حاجات ايجابيه كتير، دخلنا الصفقات الجديده، دخلنا ريحت الناس، فكان فيها حاجات ايجابيه. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، انت اثرت موضوع في منتهى الاهميه، الكل انتقد النادي الاهلي بعد خساره البطوله العربيه، والنادي الاهلي قال لك دي بطوله وديه وانا مركز في الكاس. طب دلوقتي طلع ان مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن حسام البدري اللي خد قرار اراحه الناس هو اللي صح، لان انا عندي بطوله الكاس اهم من بطوله عربيه. طبعا بالظبط. ده في حاجه تانية بقى كمان يا جماعه، لازم نفهم ان مش معنى ان في خساره معناها ان ده ضرر ليك. ممكن اوقات ربنا بيعاقبك في حاجه عشان تتحفظ اكتر. بالظبط كده. فدايما ما تاخدش ان دايما ان دي حاجه سيئه ليك، دايما ممكن تبقى حافز لحاجه اكبر او حاجه اعلى. دايما ناخد الحاجه الشر لينا ممكن يبقى حاجه ايجابيه لينا في خير تاني في حاجه تانيه. بس الفرصه الفكره بقى ان انت بتتعامل مع منافسين، فمش هيسيبوا لك الحاجات دي، الحاجات الصغيره دي مش هتعدي كده، لازم ده فرصه بقى. النادي الاهلي خسران فلازم نقلب الدنيا، ولكن من حظهم السيء ان النادي الاهلي ما بيعملش ده كتير الحمد لله يعني، فدي ميزه فما عندهمش الحته دي. فالحته الفنيه في الفتره الاخيره انا شايف ان هي استفادوا. البطوله العربيه كان افادتها في الشغل الفني كان اهم من الحته ان انا اكسب البطوله، فانا شايف ان انا استفدت، انا كنادي اهلي استفدت منها جدا. ورايح في الموسم كدوري وكاس؟ لا، السنه دي ارقام قياسيه، كلها ارقام قياسيه، ما نتكلمش على الحته دي، ولكن انا بتكلم على الحته بقى الفنيه. لا، التغييرات والحته الفنيه كانت هايله في الفتره الاخيره. اذا ادي الخبراء اجتمعوا معايا ان النادي الاهلي كابتن حسام البدري كان صح في قرار اراحته للاعيبه والقوام الرئيسي عشان بطوله الكاس اللي هي الاهم، عشان حضرتك تبقى مبسوط وتستمتع بانك فايز بالدوري والكاس. نروح لملف المنتخب المصري. المنتخب المصري عنده لقاء في منتهى الاهميه مع اوغندا 31 اغسطس المقبل. لقاء هيفرق مع المنتخب بخطواته، خطوات تبقى اكثر
وصولا الى المنتظر انه يذهب الى كاس العالم. بقالنا كتير قوي من سنه 90 وكابتن مجدي عبد الغني يعني مش فاهمنا في كل مكان عشان الهدف اللي احرزه. وانا نفسي حد يجيب جون بتاع عبد الرحمن فوزي في كاس عام 34، وده هيبقى له جائزه خاصه مننا كلنا، كل الناس هتكافئه لو حد عارف يجيب الجون. لكن لا ان شاء الله هنفضل وراه ونجيبه عشان خاطر كابتن مجدي عبد الغني، طبعا من اللعيبه يعني اللي تاريخ كبير بنهزر معاه بلدوزر، يعني بلدوزر واحد من يعني النموذج الجديد انك تعرف يعني ايه هاف ديفندر عصري، كان كابتن مجدي عبد الغني سواء من الناحيه الدفاعيه الناحيه الهجوميه والاهداف. ده برده عشان نقول ان احنا بنحبك يا كابتن مجدي عبد الغني. نروح لقائمه المنتخب مصر، احمد الشناوي وشريف اكرامي ومحمد عواد، احمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعه، علي جبر، ايمن اشرف، محمد فتحي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، صالح جمعه، وطارق حامد، واحمد الشيخ، وحسام حسن مهاجم نادي سموحه. دول القائمه اللي بيلعبوا داخل الدوري المصري او المحليين. قائمه المحترفين على راسها عصام الحضري، مصطفى فتحي، محمد عبد الشافي، احمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح، عمر جابر، واحمد حسن كوكا، محمود كهربا، كريم حافظ، ومحمود تريزيجيه، ورمضان صبحي، سام مرسي، واحمد المحمدي. الحاجه الجميله وانا بقرا هذه التشكيله ان بسم الله ما شاء الله، يعني هقول لحضراتكم ان انا مثلا ابتديت اتكلم احمد حجازي ويست برومش انجلترا، محمد النني ارسنال انجلترا، محمد صلاح ليفربول انجلترا، رمضان صبحي ستوك سيتي انجلترا، سام مرسي ويجن انجلترا، احمد المحمدي استون فيلا انجلترا. دي يعني حاجه الواحد وهو بيقرا وبيقرا جنبيها النادي اللي بيلعب فيه المحترف، دي اضافه كبيره جدا تحسب للكره المصريه في هذه الفتره. واثنين منهم طالعين من النادي الاهلي، واول خطوه ليهم من النادي الاهلي الدوري الانجليزي، ودي حاجه ايجابيه جدا تحسب لاداره النادي الاهلي في ناحيه التسويق، انك بقيت اول محطه ليك هي انجلترا. عايز كابتن ابو مسلم اخد رايك في قائمه المنتخب الوطني، هيكتور كوبر مركز بشكل كبير جدا لان لقائي اوغندا عفوا يعتبروا اقرب فرصه ليك للتاهل لكاس العالم. اكيد الفروق بتبقى صعبه جدا، الضربات البدايه دي في المنتوشه دي بالذات على كاس العالم بتبقى صعبه جدا. اكيد الراجل يعني انا شايف نوعا ما التشكيل هو خده مميز بالناس الموجوده المحترفه، فانا شايف راجل قادر عامل تيم كويس قادر يكمل فيه. نتمنى طبعا التوفيق الفتره الجايه ليه، بس اهم حاجه الفتره اللي تبقى مشكله الفتره اللي هتقابله الجايه اللي هي موضوع الاجهاد، اللي فيه ناس لحمت يعني الناس المحترفين يبتدوا ياخد يعني خدوا شويه مثلا خدوا 20 يوم او 25 يوم فقدروا نوعا ما يقدروا يعني خدوا بين فاصل بين المواسم يعني. فالنادي كابتن سلام انت في يعني عشان الموضوع ده مهم جدا، وجودك في ستراسبورج هل عمرك لقيت حاجه في فرنسا زي بتحصل عندنا هنا ان الموسم ما بينتهيش؟ لا طبعا. انا تاني حاجه بقول لك حتى الاجازه فاروق كنا بناخدها هناك اجازه سلبيه، يعني مثلا يقول لك ما تلعبش كوره ماشي، بس بيديك برنامج، بيديني برنامج وبيديني بولر هناك اللي هو بحطه هنا، يقول لك اشتغل كل يوم لازم تجري على الاقل 20 دقيقه 30 دقيقه يعني عشان نوعا ما لما ارجع الموسم الجديد اكون ما ابداش من الصفر تاني. يعني احنا ما توصلش مثلا من 10 يعني من الصفر، لا ما ابتدي موسم جديد 50 60% عمرها مستحيله طبعا انت تخش. ما فيش ماتشات بتتاجل عشان منتخبات ولا ماتشات بتتاجل؟ الكلام ده انا فاروق عايز اقول لك نقطه كويسه انت قلت لي عليها، لما كنت موجود هناك بحجز تيكت بتاع الطياره بتاع يعني النهارده خلص الدوري، يعني الدوري بشهر ولا شهرين يعني الدور الاولاني عشان النويل عادي النويل هناك راس السنه وكده شهر 12 زي اللي هو اللي جاي ده، يوم الدوري يخلص يوم 25 يوم 26 او 27 بكون انا حاجز تذكره الطياره بتاعتي خلاص، مفيش يوم يعني مفيش حاجه اسمها تاجيل، كله ماشي على الساعه، كله ماشي على الساعه، اجنده دوليه بتعمل كل حاجه. ابن عندنا كده برضو احنا بنتكلم في اللي هي انت لعبت قدام بنزيما؟ لما كان في اليوم كان هو لسه صغير، كان لسه صغير كان بياخد. انا لعبت قدام سمير النصري، لعبت قدام سمير النصري في مارسيليا، ولعبت في اليوم وموناكو، فلعبت قدام ناس كتير، قدام ناس كتير، ده فرنسا صعب شويه. انا الناس بتستسله، بس هو من يعني انت لعبت قدامنا النجوم من النجوم الكبار برضه لازم نذكرهم، لان بنزيما وفي على فكره في برضه دلوقتي في الفتره ديت انا شايف كريم عندك كريم. انا كنت انا ابتديت السؤال ده عشان اخدك لكريم. لا كريم انا شايف من اللعيبه المميزه جدا بالمناسبه، هو من مدرسه وادي دجله اللي هي السكر سكول موجوده او اللي هو مستر ماجد سامي، مهندس ماجد سامي هو اللي عاملها في مصر اللي هي موجوده، فهو لعيب مميز وبيلعب في نادي لانس، نادي في لانس نادي فرنسي خامس او
سادس السنه اللي فاتت كان بينافس على الصعود ومشي من نادي كبير ده لعب جان بير فابان ايوه جان بير كان مدرب المدير الفني بتاعي شفت بقى حسام بتاعهم هو شبه كابتن حسام بالظبط حتى قبل كابتن حسام بقول له بامان بالظبط نفس الستايل نفس الباك وورد اللي بيعمله نفس في التقسيمه كان بيلعب معانا نفس الكلام فكريم اللعيبه مميزه صناعه وادي دجله اكيد هو موجود الفتره دي لسه من اسبوع بس كان في ليرس واتنقل تاني كان واخدينه اعاره تاني للنادي الاهلي في فرنسا تاني هيكمل ان شاء الله اتمنى له التوفيق اللعيبه كلها محترفين مميزين جدا اللي خدها مستر كوبر ودي انت قلت حاجه طبعا يا فاروق مميزه جدا اللي انت عندك الاجنده كلها موجوده احنا كنا بنشوف الحاجات دي في الكاميرون والمغرب يعني الانديه اللي كنا بنلعبها بره اللي هي اتكلم على اللعيبه المحترفه ما كنا بنشوف كده بيجي لنا السكور شيك بتاع الماتش بنشوف ايه ده يا جماعه ده بيلعب في كذا في كذا فالحمد لله احنا مميزين الفتره دي موجوده وتاني حاجه لو جيت انت نقطه قلتها تاني احمد حجازي لما انت قلت راجل تلعب من النادي الاهلي النادي دي قمه النادي الاهلي النادي الاهلي كبير فاللعيب لما يجي حتى لما يطلع من النادي الاهلي يقول لك النادي الاهلي معروف في افريقيا نمره واحد في افريقيا. طيب سريعا كابتن رضا وجهه نظرك على التشكيله اللي هيلعب بها كوبر او القايمه بتاعته. لا الاختيارات كلها منطقيه ما فيش حاجه فيها مفاجاه او في حاجه غريبه بنقدر نتكلم عليها انا شايف بس ان شاء الله ان شاء الله يعني اتوقعاتي ان هيبقى كلمه السر في الفتره اللي جايه في منتخب مصر هيبقى صالح جمعه. عشان ده اللعيب الوحيد حاليا في الدوري المصري اللي بيلعب برجليه الاثنين ودايما شايف الزاويه. طب ما دام جبت صالح طيب سوليه ما كانش يستحق. العناصر الموجوده كلها تستحق. انا يعني برضه سوليه انت شايف من وجهه نظرك انه بالمستوى اللي في الفتره اللي فاتت مستوى اللقاء المصري ولقاءات كاس مصر يعني هل بس في وقت انت بيبقى عندك انا عايز اربع لعيب فالاربعه اللي موجودين برضه كويسين قوي فهم في سته او سبعه فانت لازم تاخد اربعه يعني مش معناها بتقلل من قيمته ولكن اللي موجودين يعني قادرين برضو يبقوا لعيبه مهمه ولعيبه لها دور. انا بس بتكلم على جزئيه صالح ان صالح اللعيب الوحيد في مصر اللي بيلعب برجليه الاثنين ودايما شايف الزاويه اللي هي اللي مش الناس كلها شايفاها هو الوحيد اللي بيبقى شايفها. البلايند سايد دايما بتتقال في التدريب بالظبط كده. الزاويه اللي ما حدش فعلا شايفها. هو ده الميزه فانا شايف ان هو فعلا المنتخب مع صلاح مع المجموعه مع طريقه لعبنا هيفرق قوي الحاجات اللي بتطلع سليمه من رجله دي مع السرعات يعني تفتكر ان هو ممكن يعمل ثنائي قوي مع صلاح؟ اتوقع ده. اتوقع لان هو عنده الحاجات دي سليمه يعني وهو لعيب كوره كمان مميز هو عنده اللاعب الوحيد اللي بقعد اتفرج عليه عارف اللي هو بيرقص والامور سهله ما بيحتاجش مجهود عشان يقدر يرقص هو بس يعني ايه بذكائه بيعرف يرقص معلم فدي بالظبط كده بالظبط طبعا الكلام مع ضيوفي الكرام يعني ممتع ونتمنى ان كان يبقى عندنا وقت اكتر من كده ولكن في نهايه الفقره الاولى بشكر ضيوفي الكبيران لعيبه من لعيبه الطراز الثقيل اللي دايما جبهات ما بتقفش كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن رضا شحاته دايما منورني كده ودايما تفكرني بالهدف بتاعك بتاع الست حبيبي ربنا يخليك وانا سعيد جدا كنت معاك النهارده وسعيد جدا ان انا مع ابو مسلم الكابتن شوقي غير كان يقعد يقول لنا انتوا بتلعبوا شغل لبعض بس في المنتخب ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم كنت مشرفني منورني ودايما كده تكون معانا شكرا يا فاروق طبعا انا بشكرك النهارده وسعيد ان انا شفتك بقالي فتره ما شفتكش وكابتن رضا طبعا اكيد هو معايا كل يوم في دجله فما فيش مشكله كابتن رضا على طول معايا حبيبي مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل نستقبل ضيفي الكبيران وحوار مهم جدا عن الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونه ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد نادي الاهلي حديد DJ, bravo, DJ, bravo, DJ, bravo.